يا لهوي على الصوت. بقولكوا ايه، شايفين اللوجو بتاع اسكانيا؟ يا لهوي. اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد، وحلقه دي النهارده في لعبه يور تراك سيميليتر 2. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وصوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحلقه اللي فاتت جينا من مصر من بورسعيد، ومرينا بالشرم والغردقه والدنيا الجميله دي كلها، وبعد كده وقفنا في السودان. طبيعتي انا بقعد بقى ابص على التعليقات وكده، فلقيت اغلب التعليقات بتقول يا عم ميدو اطلع على الاردن، والتانيين على العراق وسوريا والسعوديه عمان وكلام كده كتير جدا. مبدئيا اخواتنا في دول الخليج بعتذر منكم جدا، احنا ما عندناش الا السعوديه بس، اهو خط السعوديه كله اللي هو البحر الاحمر بس، اخرنا في المدينه. لكن بقيت الدول الموجوده هنا زي الكويت والامارات وعمان والكلام ده كله مش موجود للاسف الشديد. لا اللي فات برضه قلت لكم نجيب عربيه نقل، ولا خلينا في العربيه بتاعتنا الملاك اللي احنا جينا بيها الحل اللي فات، لان مرسيدس، ولا نجيب اتوبيس. اغلبكم اختار العربيه النقل، واغلبكم تاني اختار الاتوبيس، وفي منكم قال هات الهايلوكس. تمام، انا ما لقيتش الهايلوكس بصراحه، واللي لقيتها بايظه، يعني كل ما اجي افتحها واسوقها اللعبه تفصل معايا، فهي فيها مشكله. فقلت خلاص هجيب الاسكانيا، انا بحبها جدا، هي واسمها ايه اللي احنا كنا بنسحب بيها، اسمها المقطورات دي، ولا نسيت اسمها ايه، الفولفو. اه سبحان الله نسيت الفولفو. قلنا خلاص هنكمل بالاسكانيا لان هي قويه وسريعه. سامعين صوتها اصلا من بره عامل زي بصبص، اسمع وحش خيالي. حاطط لها 700 حصان، لا حاطط لها 3000 حصان يا ربي. طبعا احنا هناخد حموله معانا 8 طن، المفروض هنوصلها فين؟ 30 يا راجل، يعني مفيش الا الحموله دي الوحيده اللي في السودان كله. يا نهار ابيض، مفيش الا دي. اوطي بس الصوت عشان صوتها عالي قوي. الحلقه اللي فاتت نزلنا السفر بدون مونتاج تقريبا، يعني بدون مونتاج، يعني ما قصقصتش الا في الاول كده بس، وعجب ناس كتير منكم جدا، مع ان بصراحه انبهرت يعني. واللي ضحكني الحلقه اللي فاتت واحد بيقول لي يا اخي اسكت يا اخي خلينا نستمتع بالطريق. فحاضر خلاص يا قادر يا باشا، بعد كده بنسوق عربيه هنستمتع بالطريق تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لفيك طبعا السفرية تكون طويلة النهاردة لان احنا هنروح الاردن، ما نشوف كده حلايب او نشوف شلاتين كده هتاخد معانا مسافة قد ايه. افتح بس شباك هوا لان الدنيا حر. يا لهوي لبسنا، يا نهار ابيض العربية لها صوت يا جدع. ايوه خلاص خليها كده، ايوه زي الفل كده. عايز اوريكم العربية من جوه، شوف شكلها عامل ازاي، رايق كده. انا الحاجات الرايقه دي بحبها كده، شايف الروقان، بحب كده العربيه اللي سقفها عالي. عندك هنا شويه فلوس هنا في المكان ده زي ما انتم شايفين، دولارات وشويه حاجات. عندك هنا مناديل، البتاع دي بيقولوا ريحه، بس انا احيانا كنت بركبها في لعبه ماي سمر كار زمان، كان بتنور معايا، ما اعرفش هنا ما بتنورش ليه، هل هي هتنور ولا لسه ما اعرفش، هنشوف دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما اعرفش بصراحه الحلقه دي هننهيها على قد ايه، مثلا هل هنوقف فعلا في الاردن ولا هنوقف في شلاتين بعد كده نكمل بعدها ان شاء الله رحلتنا، لان بصراحه انا سواق محترف جدا يا جماعه ما اقولكوش. طب يا عم ميدو شوف المقطوره يا جدع. يلا مش مهم، هنعرف نطلعها ازاي دي. يا نهار ازرق، طب ده انا هطلعه ازاي ده يا جدعان، يا ليل. طب ثواني، انا عندي فكره حلوه. هو المفروض اللي انا بشوفه يعني عند السواقين، ويا ريت اي سواق برضو في الحاجات دي يعرفني، المفروض انت هتطلع كده حلو، بعد كده تاخد سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه، لان العربيه دي ما بتاخدش على الواسع زي المقطورات فاكرينها. ايوه بتاعت السلم وكده فاكرين. يا رب تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتاخدش على الواسع، هي بتاخد على الواسع بس على ضيق شويه. ايوه ظبطت يا عم. البوليس شيل عربيتك دي من هنا يا رخم. عمرك شفتوا بوليس لابس جيبه؟ هو البوليس اللي في السودان لابس جيبه، ما اعرفش ده فعلا عندهم كده صحيح ولا لا. انا اعرف ان هم البنات، يعني عندنا في مصر برضو الضابط اللي هو الضابط البنت او العسكري البنت تلبس جيب. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. حرام عليك يا عم ميدو، اظبط بقى. يا لهوي بقى على مش من اولها كده، دي كسفه والله العظيم، دي كسفه والله كسفه اقسم بالله. جهاد الاحراج يا جدعان، ما بعرفش اسوق على فكره، يعني عشان تكونوا عارفين، عشان لو حد قال انت ما بتعرفش تسوق، انا ما بعرفش اسوق عادي يعني. هطلع بس العربيه المشكله خفيفه وما تعرفش انت ايه الغلط، انا مش فاهم في ايه. طيب انا بخبط فين، ورا ولا قدام؟ طيب اهو ما فيش اي خبطه هنا، نقدر نطلع هنا سنه ولا ما فيش؟ ايوه في مجال بس بسيط جدا. والله مجال بسيط جدا، بس المهم نبقى ايه على الحرف كده. اهو والله يا عم الحاج، اهو يا عم دوس بقى ما تزهقناش. يا نهار ابيض العربيه ايه ده؟ العربية حصل لها ايرور، انا دايس بنزين. طب والله يا جدعان ما في اي حاجة اهو، والله ما في اي حاجة. ايه اللي مش مخلي العربية تطلع من المكان ده؟ مش عارف. امشي في خط مستقيم واحدة واحدة، تمام؟ اهو.
بسم الله. ها ها واقفه ولا ماشي؟ اهي طلع. كمل الاول يا شيخ، حرام عليك. ايوه زي الفل كده، بسم الله توكلنا عليك يا رب. يا شيخ ده انت تجيب الشلل يا شيخ، شلتين حرام عليك. عايز حاجه يا زول؟ عايز حاجه صاحبي؟ يلا. يا اله الا الله، الحارات بتاعتهم دي. يعني انت مصمم الماب، مش كفايه ان انت مصمم السودان وحش وكمان مخلي الطرق بتاعتها غريبه ومختفيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مش عارف اعمل. طب العربيه واطيه مثلا؟ القطوره واطيه؟ القطوره مش واطيه ولا حاجه، هي كويسه اهي. طب انا اطلع ازاي من الزنقه دي؟ خلي بس اخد سكرين هنا، لقطه شاشه عشان نحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهو 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 تمام كده، مش زي الفل كده. بتترس ليه بقى؟ بتترس ليه دي بقى؟ انا مش فاهم. معاناة والله، والله معاناة. طب ما هو ماشي حلو اهي، شايفين اهو. خليني ماشي زي ما انا اهو، سنة بسيطة بس عشان عمود وخلاص اهو. مبسوط كده يا عم؟ اهو خبطنا في كيس الزبالة، والعربية لما بتصدق بتروح راجعة لورا على طول، والله بترجع لوحدها من غير ما مدلها بتاع ترجع ورا ولا اي حاجه. ما بتسمعوش صوت التيت تيت وهي بترجع ورا، صح؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا مسهل الحياه. ممكن بعزك تجيب بس من فوق عشان نشوف احنا ماشيين ازاي. ايوه. عايزين حاجه؟ عايزين حاجه يا رجاله؟ يلا اشوفكم على خير. السوداني الجميل، السلام عليكم. ما بطلوش رقص من طول الليل، ازعاج وافراح وبتاع، ما اعرفش بيناموا امتى دول. قدامنا هنا بقى البحر الاحمر زي ما انتم شايفين، والناحيه الثانيه السعوديه، يعني انت مش هتشوف بسبب المركبه دي. اقول لك ليه اهو، استنوا. تخيلوا ان على اليمين دي السعوديه، ماشي؟ لان انت هنا في مش عارف ليه انت مش قادر تشوف الدنيا دي، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي صوت الاسكانيا جامد، سامع الصوت؟ طبعا بقى هنا مفيش خوف، دوس بنزين يا كبير ولا يهمك، انت معاك عربيه نقل عكس العربيه بتاعتنا المرسيدس اللي كان بتقعد تفحط من اقل حاجه. ايوه ده بقى اللي انا مستغربه، الظابط الغريب ده. بص شوف عامل ازاي، لابس جيبه، مش فاهم ازاي، بس هو ممكن يبقى بنت، بس بنت قرعه، مش فاهم انا الصراحه. وسع على، يا نهار ابيض، احنا بدانا نشوف بلاوي في النهار هنا، مع ان انا جايب الليل. والله حلو يا اخي، الواحد ما حسش بالطريق برضه. البيت ده لسه مولع صح؟ تقريبا مش عارف اشوفه بصراحه، مش واخد حريتي ان انا اقدر ابص براحتي عشان انا الماوس دلوقتي. طب واحد يقول لي انت ازاي بتبص يمين وشمال عم ميدو بالارقام اللي على اليمين دي؟ عندك مثلا الخمسه بتبص في النص، السته يمين، الثانيه شمال، الخمسه في النص. ثواني بس نهدى هنا، هنشوط العيال يما. طيب المفروض دلوقتي هناخد هنعدي من هنا ازاي بقى؟ مصر وبور سودان على فكره الطريق ليه تكمله، بس المطور ما خلصوش. وقلت له على فكره اخواتنا في الخليج زعلانين منك صراحه، يعني عشان انت ما حطيتش دول تانية غير السعوديه وكده. قال لي احنا شغالين على الموضوع، ما اعرفش بقى من امتى، يعني مع ان المودات دي نازله من زمان، يعني نازله بقى لها اللهم صل على النبي كتير. يمكن انا اخر مره لعبها كان في 2019 حاجه زي كده، معرفش الصراحة يعني. بالمناسبة صحيح كان في ناس بتسألنا عايزين مودات، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكورد. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يقول لي ازاي الديسكورد؟ ادخل عندي تحت في الوصف، افتح وصف اي فيديو هتلاقي اللينك الديسكورد، ادخل هتلاقي في روم اسمه محاكي الشاحنات، هتلاقي بقى في كل حاجة انت عايزها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد دوس يا وحش، دوس يا وحش. ماشيين على ال 100 وبنزيد. 100 ايه يا عمان؟ ماشيين على 120. تخيل 120 هنا، وريك شكل العربيه من بره انها تتدحرج وتتمرجح يا زلمه. ما اعرفش اسوق من بره على فكره، بس انا عشانكم بس. بس شايف الكاوتشات بتاعتها وحش. يا لهو على الصوت، ايه الصوت ده؟ صوت الشكمان. والله صوت الشكمان جامد. واحد يقول لي انت ماشي بسرعه كده، مش خايف على البتاع اللي ورا اللي توقع منك الجرار يعني وكده؟ يا عم مش هيقع، صدقني هو ثابت.
ثابت كويس. السودانيين هنا مقفلين تقفيله اللي هو لو العربيه كلها اتقلبت هو هيفضل لازق فيها برضه. ولكن الصوت خرافه يا جدع. ايه الصوت الجامد ده؟ خش خش سنه خش سنه. يما 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 لا 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 خليها ماشيه في النص. يا اخي انت متخيل الوحش ده ماشي في الطريق ده كانه ماشي في طريق عمومي اللي هو احنا داخلين على 170 يا جدعان ومفيش لا 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 لفه يمين ولا لفه شمال. يعني انا قاعد جوه العربيه حاسس ان انا مرتاح كده. انتوا مش ملاحظين ان العربيه كلها بتتهز بس الكرسي اللي قاعد عليه ثابت؟ سبحان الله كرسي الكمبيوتر. يا سلام اسمع الصوت اسمع. بعتذر يا جماعه على الجوده لو مش كويسه بسبب ان كارت الشاشه عندي 2 جيجا ضعيف. ان شاء الله الربح يرجع يشتغل على القناه تاني وساعتها نقدر نجيب كارت شاشه قوي ان شاء الله. نكون بقى خلاص قفلنا كده المنصه بتاعتنا وخش يابا على الجودات التوكي اللي هتطلع لكم ان شاء الله ربنا يسهل. لان انا اصلا شايف الاستهلاك عندي بالمناسبه انا عشان اخواتي اللي هم يوتيوبر وكده اللي بيتفرجوا عليا انا واحد من الناس بحب اراقب الفريمات عندي ودرجه حراره كارت الشاشه والمعالج وكده. شفت انتوا اللوجو بتاع القناه بتاعتي محطوط فين؟ على اليمين فوق صح؟ ده بوب تحته البيانات دي كلها اللي هو مثلا كارت الشاشه الاستهلاك بتاعه واستخدامه ودرجه حرارته والفريمات وكده. بس انا دلوقتي حاطط درجات الحراره بس علشان ايه؟ اكون مطمن لان انا واحد من الناس ما بحبش انا درجه حراره الجهاز بتاعي عموما يعني تعدي مثلا لو كارت الشاشه ما يعديش ال 60 يعني مثلا ممكن يبقى اخر 60 65 بالكتير يعني. والبروسيسور بقى براحته بقى بس البروسيسور في الانتل بيبقى اخره لو جاب 60 خلاص كده هيبدا يقطع معاك. فهو انا عندي اصلا ببقى مرتاح اخر 55 يعني. فان شاء الله بقى لما نجيب كارت الشاشه ونبدا بقى نظبط تجميعاتنا الجديده ساعتها ان شاء الله هننزل لكم جوده عاليه. مش شايفين يا جدع طلعنا عادي جدا والله وحش كازا. انا بقى واحد من الناس بعشق السرعه. في منكم كتير قال لي هتنزل فرزه؟ ان شاء الله هننزلها بس لازم اشتريها. طبعا هي غاليه ما شاء الله سعرها عالي قوي. فان شاء الله بس نظبط نفسنا كده ودركسيونات يابا وشاشات ودنيا وبتاع وبعد كده يبقى ايه نجيب فرزه وام فرزه وجد فرزه واللي جابت فرزه ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. بالمناسبه صحيح القناه التانيه العم ميدو شورتس يبقى روح اشتركوا فيها. نفس اللوجو نفس كل حاجه بس لونها اخضر تمام؟ يبقى روح اشتركوا فيها لان القناه دي الاحتياطيه. بنزل عليها حاليا يعني الله مش انا والله هو اللي غلطان. يا غبي انت مش شايفني ماشي بالعربيه بتاعتي بالونج بتاعك ابو بوس جاي تزنق عليا. خلاص خلاص يا اسطى المسامح كريم المسامح كريم خلاص خلاص عدلنا العربيه. طبعا هو مع الونش وعدلهولي عادي. المهم بقول لكم القناه بتاعت العم ميدو شورتس دي قناه هنزل فيها تحدي ال 5000 كيلو للسفر الطويل وبعد كده هنبدا ننزل فيها العاب ثانيه ان شاء الله يعني. فروح اشتركوا فيها اعتبروها زي القناه دي بالظبط قناه اساسيه زي القناه دي. فهمتوا الموضوع ازاي؟ فلحد ان شاء الله ما الربح يشتغل في القناه دي ساعتها هنبدا ننزل على القناتين. ده انا هغرقكم فيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ما اعرفش هو ده الطريق الصح اللي انا داخل فيه ولا لا بس انا مش شايف فيه اي علامه يعني تقول ان هو ده. الله ما عارف خلينا نقف كده نشوف. هضطر ارجع. يا عم السودانيين يعني ارجوكوا اهتموا شويه بالكارتات دي مهمه جدا. تتعبونا معاكم ليه طيب؟ حبيبي اهدى شويه يا اسطى اهدى شويه يا راعي البتاع انت. يا لهوي اهدي اهدي اهدي. ما دام انت سمعت صوت الخبطه دي في الترابيزه يبقى اعرف ان انا فقدت السيطره على الوضع. ففقدت الوضع على السيطره فقدت الوضع على السيطرة. فقدت السيطره على الوضع فقدت الوضع على فقدت ايه؟ مش عارف والله نسيت. استغفر الله العظيم يا رب. طب انا هرجع ده كله ازاي طيب؟ ماليش انا في السواقه برضو قوي. عشان واحد يقول لي يا عم ميدو انت ما بتعرفش تسوق. انا ما اعرفش اسوق. ايوه والله الباص ده راجل محترم. مش زي بتاع السكودا. شوف عربيتي قد ايه عدت قدامي. ده انا هطول والله هطول. ربنا يستر. طب انا ممكن تجيب من جوه عمليه تعرف تظبطها اكتر. هتبقى تدوس اف 2 تقريبا المرايه الثانيه. ايوه. ايوه بسم الله ما شاء الله عليك. بس كده اعتقد كده تمام. ايوه زي الفل. طب في طريق تاني غير ده؟ انا ما اعرفش دي اخر واحده ولا في غيرها. لعبها فصلت ولا ايه؟ مش عايز تمشي. ما اعرفش انا لو دخلت هنا الاقي حاجه ولا لا. اي انا اسف ثواني يا جدعان العربيه المشكله شديده العربيه شديده جدا.
نبدأ من أول وجديد من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلع سنة قدام يا عم. يا خلصنا انا بقى. واو ده عندهم تشيك سريع هنا. نايس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. خلص يا حبيبي ورانا مشوار. ايه بقى الخبطة دي؟ جدعان جدعان تجاهلوا، اعتبركم مش واخدين بالكم. ده كله خد باله. العربية دي يخرب ضيحة بترجع لوحدها لورا ازاي؟ انا مش فاهم. بص والله دايس بنزين مديت مارش دي ولا مارش ولا معرفش اسمه. المارش ده اللي بيشغل العربية تقريبا، مش عارف. اهو 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 خلاص الدنيا بقت ايزي يا عزيزي. ايجيبت ويلكم تو ايجيبت. الانجاز يا عمده اخلص. ينفع اطلع وراه؟ لا مش هينفع، تقفل عليا. شوف 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 العربيه يا حاجه. والنبي اهدي والنبي اهدي والنبي اهدي. الموتور اللي انا مركبه ده الميكانيكو ركبه لي بصراحه مش عارف، فظيع ده. ايه ده؟ لعب لي في الجير بوكس ولا في الميكانيكا؟ المفروض دلوقتي هو الموتور اصلا ملوش دعوه، كده كده انت هتدوس قدام وورا، هو الموتور داير في اتجاه واحد مش كده؟ يبقى العيب بقى مش من الميكانيكي، العيب في الجير بوكس. ايوه يبقى العيب في الميكانيكي. بصوا يا جماعه ما انا هفهمكم، انتوا عندكم الماتور كده كده شغال، ماتور العربيه شغال في اتجاه واحد تمام، لا بيروح ورا ولا بيروح قدام، هو شغال في اتجاه واحد. طب ايه اللي بيروح ورا وبيروح قدام؟ وهو الجير بوكس اللي هو بتاع الغيارات اسمه ايه؟ ما هو بيقول عليه جير بوكس، الفتيس. حلو، انت بتدي الاول والتاني والتالت والرابع والخامس تمام. انا هشرح لك، اسمع بس. عندك الاول الترس بتاعه كبير قوي، فبالتالي تلاقي العربيه ماشيه بالراحه بس عزمها شديد، فاهم انت ازاي؟ واقول لك دليل تاني، لو معاك عربيه انزل دلوقتي اديها التالت واطلع بيها، هتلاقيها مش قادره تطلع، او ممكن تلاقيها بتقعد تكارك، بتقعد تعمل كك 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 كده، فاهم انت الموضوع ازاي؟ طيب وانت بتديها التالت خلي حد مثلا ايه يسحبها، او انت حاول تشد بيها حاجه وهي واخده التالت، مش هترضى ابدا، مش هترضى تمام. طيب ادي الاول هتلاقيها بتطلع بيك بكل سهوله، ولو جمل ساحبها ورا هي هتسحبه وتمشي بيه، فاهم انت الموضوع ازاي؟ فهي دي الفكره في الجير بوكس يعني، فاهم انت الموضوع ازاي؟ لذلك بقول لك ما ينفعش ان انت تمشي على الغير الاول كتير، او الغير الثاني كتير، او الغير الثالث كتير، او كده، لان الثلاث غيارات دول لازم تريحهم في الطريق يعني، لازم يرتاحوا. هو في الحقيقه المفروض انت وانت ماشي مثلا على طريق مثلا عربيتك خمس غيارات، اللي انا شايفه يعني، ده اللي انا بفهمه اللي فهمته يعني، تدي الرابع وبعد كده شويه تدي الخامس عشان تريح الرابع، بعد كده ترجع تاني للرابع عشان تريح الايه الخامس تمام. ولكن انا وجهه نظري حاجه تانية، وهو ان انا اصلا لو انا مثلا اديت اعلى غيار للعربيه اللي هو مثلا خامس، وفضلت ماشي بالراحه يعني، مثلا الخامس ده مثلا بوصل العربيه نفترض مثلا بوصلها 220 صح؟ لا انا امشي مثلا على 130 مش عارف والله الغيار ده اصلا. بص ما علينا يعني، فاهم انت الحوار ازاي؟ اتمنى تكون فهمتني يا عم. خلي العربيه 120، الرابع ده 120 تمام. انت لو اديت الـ مثلا الثالث هتفضل مثلا على 100 صح؟ لا انا اديها الرابع وافضل ماشي على 100. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. ليه؟ الماتور بتاع العربيه هيبقى مرتاح، مش هيستهلك بنزين كتير تمام. ما انت بقى دايس سنه بسيطه والعربيه بتجري بيك بسرعه، فاهم انت الموضوع ازاي؟ وفي نفس الوقت يعني اللي هو مريح البوكس يعني نهائي. شايفين المطر شكله جميل ازاي؟ اتمنى تكون انتوا فهمتوا هذه المجزره التاريخيه اللي انا بشرحها لكم، لان انا كمحمد مش فاهم اي حاجه اساسا يعني. فخلينا اقفل الشباك لان الدنيا بتمطر، مع ان المطر جميل ولكن المطر جاي من ناحيتي انا، ايوه من مكان ما احنا قفلنا البتاع يعني. لو فتحت الشباك على اليمين عادي مش حوار. مؤاخذه يا اسطى بس والله العظيم انا العربيه بتجري، ولازم ان شاء الله قبل الحلقه الجايه نبدا يبقى نغير ال اغير البتاع ده. انا ندمت والله ان انا حطيته، ندمت فعلا. العربيه سريعه وحلوه بس شديده. احنا عايزين سرعه وكده ولكن ما تبقاش شديده. هو المطر خلصت؟ لا شغاله يا جدع، بس تقريبا اتجاه المطر اتغير. ايوه شايفين شايفين موقفين نصف الطريق ازاي. واحد يقول لي يا عم ايه ده انت ماشي مخالف ليه؟ يا باشا ده احتراف. بقول لكم ايه، شايفين اللوجو بتاع اسكانيا؟ يا لهوي في بحر هنا اهو، بس انا اوريه لكم بحر. ايوه على اليمين يعني، في مطر كل شويه نازل 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 اكيد يعني. وفي دلوقتي امكانيات في الدول بيعملوا حاجه اسمها التصحر، ما اسمهاش تصحر، اسمها الاستمطار. بيروحوا جايين ايه يا معلم؟ شفت انت السحاب اللي فوق ده؟ بيروح مدخلين طياره جواه، الطياره دي بتروح رشه كده ماده معينه بتخلي السحب تمسك في بعض، فبالتالي المطر ايه ينزل يعني، بتخليهم يعصروا بعض زي السفنجه كده. فهم ليه مثلا ما يعملوش في الدول العربيه كده؟ اللي هم خاصه
الدول البحر الاحمر. يعني انت مثلا عندنا مصر ما شاء الله على بحرين، المتوسط والاحمر. طيب ما انا بقى استغل الفكره دي، منها هوفر يعني زراعه للناس كلها، كل شويه بقى المطره هتنزل، فهمت ازاي؟ فبدل بقى ما اقعد بقى اوصل مواسير وخراطيم وترع ومش عارف اسمها ايه وقنوات والكلام ده كله، ما احنا بقى نعمل خاصيه الاستمطار دي. ولكن السؤال التاني اللي هيجي في بالي، ما هو احيانا ما بقاش في سحب. اه فعلا، بس انا ببص لها بنظره بعيده شويه. طيب ما هو دلوقتي افرض في سحب، ما احنا دلوقتي لما ندخل الطياره دي جوه وتعمل هذه الحركه والمطر ينزل، ما انت كده عملت طبق يعني تحليه للميه لاسلكيه. انت عارف انت لما تحط شويه ميه في ازازه، في ميه، في ازازه، تحط ازازه وجواها ميه بس ما تكونش مليانه، تمام؟ وتحطها في الشمس مثلا يومين ثلاثه، مش بتلاحظ كده ان سقف الازازه او جوانبها تحسه كده في قطرات من المياه؟ ما دي بقى متبخره بسبب الحراره. فاهم انت الموضوع ازاي؟ هي دي الفكره بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطب حط لي مطب، هتبوظوا لي العربيه الله يسامحكم، ده انا بقى لي ساعه محافظ عليها. انا والله نسيت العربيه اللي انا كنت بحب اسوقها زمان، كان في القناه القديمه بتاعتي اللي راحت عليا. عربيه رهيبه، يمكن مشيت بها يمكن 45 حلقه، ومش 45 يعني، بس مشيت بها حلقات كتير. كانت والله ما فاكر، بس هي عربيه حلوه يعني، بس مش فخمه كده، كابينتها مش فخمه، بس هي سريعه. وبعدين اصلا شالت 8 طن معايا. واحنا وصلنا حلايب، وشلاتين، وحلايب، واحنا المفروض نكون هنا فين؟ ثواني يا حاج، احنا فين كده؟ خلينا نشوف اللوحه. اه احنا هنا في حلايب. لا دي شلاتين بقى، لسه محميه وادي الجمال جنبنا هنا اصلا. ثواني يا اسطى، العربيه فصلت. ثواني. العربيه دي كنت بعشقها جدا اول ما دخلت اللعبه دي. ايوه العربيه اللي عدت دي من جنبنا كان اسمها ايه؟ اللي هي الصفرة من شويه، هي دي اللي بقول لكم عليها سريعه وحلوه، هي دي. ما اعرفش اشوف واحده هنا ثانيه مركونه. طبعا احنا وصلنا الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افتح يا ابني البتاع، يا ابني افتح يا ابني، حرام عليك، افتح يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، شكرا. اضرب فرامل بس. لا يا باشا انا هركنها عشان اخد اكس بي طبعا، بس انا مش هركنها بضهري، هركنها بوشي بس. تعالي يا رب الاقي هنا بس ميكانيكي يصلح لنا العربيه بتاعتنا يا رب. ما خدتوش بالكم ان انا نسيت افك الفرامل؟ خلي يا عم يشوف لي الجير بوكس ده فيه ايه، يشيله خالص ويحط لنا جير بوكس عادي. تسلم يا كبير. مشينا 475 كيلو، خدناها في 5 ساعات و48 دقيقه، واستهلكنا 153 لتر ديزل. طبعا ده لان الموتور بتاعنا قوي جدا جدا جدا، واخدنا 24000 جنيه. يلا ما تنساوش بقى باللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير، سلام. هلو ايفريوان، ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.